Problem 1 من first exam February 2020. Will a car moves to the east at a constant speed of 8 meters per second for 15 seconds. It then stops momentarily. هيتوقف ويبدأ حركة جديدة and moves to the west with an acceleration of 3 meters per second square for 10 seconds. يبقى عندنا رحلتين، واحدة constant speed والثانية constant acceleration. في البارت A calculate the total displacement of the car. نرسم كروكي بسيط لحركة السيارة. هتتحرك east من الـ A مثلا للـ B، ثم من الـ B west. ممكن الحركة تنتهي قبل الـ A أو عند الـ A أو بعد الـ A. نرسم ونشوف أو نحسب ونشوف. الفيرست تريب كانت بكونستانت سبيد 8 متر بير سكند ولمدة 15 سكند، وبكونستانت سبيد يعني نستخدم القانون الأول اللي هو الـ V نوت، D equals V نوت في T، قانون المثلث. بالنسبة للسكند تريب اتحركت بـ 3 متر بير سكند سكوير لأكسلريشن و 10 سكند، وال V نوت equals 0 لأن هي الستوبس مونتارلي. ال V فاينل مش عارفينها ومش عايزين نعرفها، لكن عايزين تو ديستانسز عشان بيقول كالكليت ذا توتال ديسبليسمنت اوف ذا كار. عايزين قد ايه اتحرك يمين وقد ايه اتحرك يسار ونجمعهم مع بعض باشارتهم، نطالب ديسبليسمنت وليس ديستانس. طب نحسب الديستانس الاولى بقانون المثلث V نوت 1 في T1، لان الحركة بسرعة ثابتة. ال D1 equals ال V نوت 1 ب 8 وال T1 15 equals 120 متر، والحركة كانت في اتجاه الايست. السكند تريب acceleration في اتجاه الويست زي ما يطلع معانا دلوقتي displacement. هقول ان D x equals v نوت t plus half a t square. يبقى ال dx equals ال v نوت بزيرو تضرب في ال 10 برضو بزيرو، half والاكسلريشن ب 3 وال t ب 10 والربعة. ده هيساوي 1.5 في 100 يبقى 150 متر واتجاه الوسط. هو طالب التوتال مش ديستانسز او توتال ديستانس، لا كنا جمعنا الديستانسز. لو قال لي توتال ديستانس كنا جمعنا تو ديستانسز، لكن طلب التوتال ديسبليسمنت. اذا سيجما الاكس ايكوالز نقول اكس 1 بلس اكس 2. ال x1 هنقصد فيها هنا distance 1 وهنقولها بالبوزيتيف لانها east. ال distance او لا نقولش بقى distance، نقول displacement 2 اللي هي x2 طلعت 150 ولكن اتجاه الويست، لذلك عوضنا نيجاتيف، يبقى الناتج نيجاتيف 30 متر. يبقى لما يسأل عن التوتال displacement ناخد الإزاحات مع الإشارات. لو قال لي total distance ناخد مسافات أطوال positive دايما. البارت B طالب الأفريج velocity والبارت C طالب الأفريج speed. بتعويض مباشر الأفريج velocity تكتب V average أو تحط بار سيجما displacements على سيجما T. عندنا 100، لا بلاش نقول 100 ونيجاتيف 150 حسبناها خلاص، اقول نيجاتيف 30 تقسيم 2 تايمز يبقى 10 بلس 15، يبقى نيجاتيف 30 تقسيم 25 نيجاتيف 1.2 متر بير سكند. يبقى ده الافريج فيلوسيتي، ممكن يطلع بوزيتيف او زيرو او نيجاتيف زي ما يطلع. الرسمه طبعا بتاعتنا صح لاني
بتحرك وزن 150 متر. في البارت سي طالب الأفريج سبيد سيجما الدستانسز تقسيم سيجما التايم، وده هيساوي 120 اللي في اتجاه الإيست، 150 اتجاه الوست من غير إشارات، وإحنا بنحسب الأفريج سبيد كل الإزاحات نعبر عنها كدستانس وبالتالي إشارة بوزيتيف، تقسيم 10 بلس 25 يعني 270 تقسيم بلس 15 تقسيم 25 يطلع الناتج 10 بالآلة 10.8 متر بير سكند. لازم ناخد بالنا ان الافرج سبيد يطلع دايما بوزيتيف لا زيرو ولا نيجاتيف. الافرج فيلوسيتي ممكن يطلع نيجاتيف يطلع بوزيتيف ممكن يطلع زيرو. لو الحركتين نفس الاتجاه ايست او نورث يطلع القيمتين متساويتين والإشارة متشابهة. لو الحركتين نفس الاتجاه ويست أو ساوث تطلع القيم متساوية ولكن الإشارة مختلفة. الأفريج فيلوسيتي يكون سالب والأفريج سبيد يكون موجب. لو الحركتين عكس بعض ايست مع ويست نورث مع ساوث لابد تطلع القيم مختلفة، لأن في الأفريج فيلوسيتي الموجب والسالب يكنسلوا بعض شوية، أما في الأفريج سبيد دايما بيتجمعوا. ودايما لو تساوت القيمتين يبقى الاس نقول لو تساووا خلاص، لكن لو ما تساووش يبقى الاس افريج كقيمه اكبر من الاس من الفي افريج. دايما الافريج سبيد اكبر من او يساوي الافريج بلوست كقيم، ولكن كاتجاهات الافريج سبيد دايما بوزيتيف، اما الافريج بلوست ياخد الثري او نقول الثري كيسز اللي هي البوزيتيف والزيرو والنيجاتيف.